مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. الأسبوع ده أكيد هيكون أسبوع مهم جدا لفريق النادي الأهلي. الفريق طبعا هيبتدي أسبوعه الصعب بمواجهة الوصل الإماراتي بكرة إن شاء الله في البطولة العربية، وكمان هيختتم الأسبوع ده بالمواجهة الصعبة والمرتقبة في نص نهائي في نهائي دوري أبطال أفريقيا قصاد الترجي التونسي. فريق النادي الأهلي سافر النهاردة خلاص اسكندرية عشان يستعد لمواجهة فريق الوصل الإماراتي بكرة في مباراة ذهاب دور ال 16 للبطولة العربية. المباراة طبعا زي ما احنا عارفين تقام على ملعب استاد برج العرب الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أكد على لعيبة الفريق ضرورة التركيز في المباراة عشان يقدروا يحققوا نتيجة مريحة قبل طبعا مباراة العودة اللي هتكون إن شاء الله في الإمارات. أكد كمان الجهاز الفني على احترام فريق الوصل الإماراتي واحترام قدراته الفنية، وأكد إن هو فريق كويس جدا وفريق جيد وبيلعب كرة كويسة جدا. وبيعتبر طبعا الجهاز الفني للنادي الأهلي مباراة الوصل دي افضل اعداد للمواجهه القادمه ان شاء الله، مواجهه الترجي التونسي يوم الجمعه الجايه في ذهاب نص نهائي دوري ابطال افريقيا. مناسبه طبعا مباراه الترجي في دوري الابطال يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله، كلنا عارفين او مستنيين ان المباراه دي وعارفين قد ايه هي مهمه، وعايزين طبعا بالتاكيد نحقق نتيجه مريحه جدا قبل مباراه العوده اللي هتكون يوم 9 نوفمبر، يعني يوم الجمعه اللي بعديها على طول، والأكيد هتكون مباراة صعبة جدا وهتقام على ملعب استاد رادس في تونس. لكل الناس بقى اللي بتقول دايما ان رادس ده ملعبنا وان احنا بنحقق الفوز على ملعب رادس، احب اقول لكم بس ان الكلام ده مش صحيح ومش منطقي، ولازم كلنا نكون عندنا يعني معرفة او ايمان ان برضو احنا نقدر ان شاء الله ان احنا نتخطى اللقاء ده، لكن كل لقاء بيكون ليه ظروفه الخاصة. مفيش حاجة اسمها كعبنا عالي على الترجي في رادس، الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش منطقي. الترجي ده فريق قوي جدا وفريق كبير جدا وصاحب مكانة كبيرة طبعا في تونس، وعنده لعيبه على مستوى كبير جدا ومستوى عالي جدا من المهاره ومن الخبره، وكمان الترجي صاحب شعبيه كبيره جدا في تونس وعنده جماهير كتير جدا دايما بتملى المدرجات وبتشجع فريقها بحراره وبقوه طول اللقاءات. بنأكد برضو مره ثانيه مباراه رادس هتكون مباراه صعبه، ولازم ان شاء الله نحقق فيها الفوز، فوز مريح هنا في مصر قبل ما نسافر لتونس، وباذن الله ان شاء الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي، نحقق لقب البطوله ونروح لكاس العالم للانديه باذن الله. هنناقش طبعا الكلام ده كله واخبار تانية كتير خلال حلقتنا النهارده، وكمان هبقى مستنيه مشاركاتكم معانا على صفحه القناه على الفيسبوك وتويتر وانستغرام. تعالوا نبتدي دلوقتي معاكم بأهم العناوين. الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الوصل الإماراتي في البطولة العربية. الأهلي يتوجه للإسكندرية استعدادا للوصل الإماراتي. كارتيرون بطولة كاس زايد ليها حسابات خاصة وبنحترم الوصل. كارتيرون الشناوي هو حارس مصر الأول والأخطاء واردة في كرة القدم. ناجي الشناوي متألق ومستوى يؤهله لحراسة عرين المنتخب ولا لسياسة التغيير. الأهلي يواجه الزمالك في نهائي أفريقيا لكرة اليد. قائمة الفراعنة لمواجهة تونس بدون مفاجآت. والبدايه دايما مع اهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي على الجرايد. الاهلي ينهي استعداداته لمواجهه الوصل الاماراتي في البطوله العربيه. الخطيب الاهلي لم ولن يرفض يوم المشاركه في السوبر المصري السعودي، اللاعبون بذلوا جهد كبير في بطوله افريقيا وشخصيه البطل تظهر في المواعيد الكبرى. مجلس الخطيب يعتمد عقد ال 510 مليون مع برزنتيشن لرعاية الأهلي. رئيس النادي يشيد بإصرار اللاعبين ومساندة الجماهير بعد التأهل للنهائي الأفريقي، والفريق يعسكر اليوم للوصل.
أسبوع الحسم في القلعة الحمراء، الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الوصل الإماراتي والترجي التونسي. كارتيرون يرفض الاستسلام ويطالب اللاعبين بالفوز، ويوسف يشكو ضغط المباريات. الجمهورية، البقاء بالإسكندرية مرفوض، الأهلي يرفض الملل قبل لقاء الترجي. الأخبار المسائي، نهائي أفريقيا حلم الأهلي والفريق في معسكر ليوم الوصل. المساء، قبل 24 ساعة من لقاء الوصل، كارتيرون أشعل غيرة نجوم الأهلي، أشاد بأزارو محسن ومهام خاصة لسليمان. الوفد، برج العرب يستضيف موقعة الأهلي والترجي، محاولات لزيادة أعداد الجماهير وأزارو جاهز للوصل. الشروق، الأهلي ينتظر موافقة رسمية على حضور 60,000 مشجع للنهائي الأفريقي. النادي وافق على إقامة المباراة على ملعب الجيش في برج العرب بعد تأكيدات الحضور الجماهيري الكبير. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي مع حضراتكم. هنبتدي مع اخبار اليوم اللي قالت بعد نجاح المارد الاحمر في الوصول للمباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا، اصبح لعيبه النادي الاهلي امام مفترق طرق خلال الساعات القليله المقبله، فمجهود موسم كامل من مشقه وتعب سيحسم باقدامهم خلال تلك الفتره الحرجه، خصوصا وان الفريق مقبل على لقاء مهم جدا بكره يوم الاحد قصاد الوصل الاماراتي على استاد برج العرب ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة زايد للأندية. وبعد كده هيخوض النادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاية مباراة مهمة جدا، وهيكون ليها دور رئيسي في تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لما هيواجه الترجي التونسي. النادي الأهلي بالتأكيد بيسعى لحسم مباراة الذهاب بنتيجة كبيرة قبل ما يسافر لتونس، لأن طبعا مباراة العودة في رادس بالتأكيد هتكون صعبة جدا. رفض الفرنسي باتريس كارتيرون الاستسلام للظروف الصعبة اللي بيمر بيها الفريق بسبب الإصابات الكثيرة اللي أصابت القوام الأساسي للفريق بعد كل مباراة، أو بسبب طبعا ضغط المباريات اللي بيتسبب كمان في إجهاد اللعيبة. وأكد كارتيرون أنه ما بيلعبش إلا على الفوز في كل المباريات، وأن الفريق هيخوض مباراة الوصل الإماراتي بكرة وهدفه هو الفوز والاقتراب من الصعود لدور الثمانية، وأن المباراة هتكون إعداد جيد لمباراة الترجي التونسي اللي جاية. أكد كمان محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة أنه مستني الحضور الجماهيري الغفير في مباراة نادي الأهلي اللي جاية، واللي هيكون طبعا ليه دور كبير جدا كالعادة، وأنه هو طبعا البطل الأول وكمان اللاعب رقم واحد خلال الفترة اللي جاية. قال كمان محمد يوسف أنه هو بيراهن على جمهور النادي الأهلي وعلى مساندتهم للفريق في المرحلة اللي جاية. ورفض يوسف النغمة اللي بيرددها البعض بأن خوض النهائي في رادس هيكون عامل السر في فوز النادي الأهلي باللقب، وقال يوسف أن الكلام ده دايما بيكون ليه تأثير سلبي على اللعيبة، وأكد كمان أن كرة القدم ما تعرفش الكلام ده، وأن الفريق اللي بيجتهد هو اللي دايما بيفوز بالبطولة. ده كان كلام أخبار اليوم. الجمهورية كمان قالت أن الجهاز الفني للنادي الأهلي رفض فكرة إقامة معسكر مغلق طويل قبل مباراة الفريق المرتقبة قصاد الترجي التونسي يوم الجمعة اللي جاية في النهائي طبعا لدوري أبطال أفريقيا. والجهاز الفني رفض الاستمرار في الإسكندرية بعد مباراة الفريق المقرر ليها بكرة إن شاء الله يوم الأحد قصاد الوصل الإماراتي، وحتى ميعاد مباراة الترجي، لأن ده طبعا ممكن يكون ليه نتائج عكسية بسبب التركيز الزيادة، وكمان لأن إقامة معسكر مغلق لعدة أيام ممكن يجيب ملل للاعيبة. كمان الأخبار المسائي قال أن وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مجموعة من الرسائل لفريق كرة القدم قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتكلم الخطيب عن ثقته الكبيرة في قدرة الجهاز طبعا الفني للنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لإحراز اللقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه وإسعاد الجماهير. كمان الخطيب رسالة للجمهور، وأكد أن جمهور النادي الأهلي هيفضل رقم أساسي في معادلة الانتصارات والبطولات، وأكد كمان أن الجمهور الوفي ليه طبعا فضل في شعبية كل نجوم النادي الأهلي عبر كل الأجيال، وهيكون ليه طبعا دور كبير برضو في التشجيع المثالي ومساندة الفريق في الفوز طبعا في دوري أبطال أفريقيا.
وقال رئيس النادي الأهلي أن الفريق وصل للمحطة النهائية في المشوار الأفريقي، وأنه على ثقة أن كل فرد في منظومة الفريق الأول مش هيسيب أي جهد إلا لما يبذلوا عشان يقدروا أن هم يحرزوا الكأس الأفريقي ويرجعوا مرة تانية ويشاركوا في مونديال الأندية للمرة السادسة إن شاء الله. والمقرر أن يكون الخطيب إن شاء الله على زيارة للفريق، وعشان طبعا يساندهم قبل اللقاء الأفريقي. كمان المسا قالت ان برزنتيشن او عفوا باتريس كارتيرون حرص على تحفيز لعيبه النادي الاهلي واشعال الحماس للوصول لاعلى معدلات الطاقه المعنويه الايجابيه في التدريبات، وكمان اشعال الغيره ما بين اللعيبه لزياده تركيزهم وحرصهم على الوصول لاعلى مستوى بدني وفني قبل مواجهه الوصل الاماراتي بكره ان شاء الله والترجي التونسي يوم الجمعه اللي جايه. واشاد باتريس كارتيرون بالحاله البدنيه والفنيه لوليد ازارو ولصلاح محسن خلال التدريبات، وطالب منهم ان هم يضعفوا تركيزهم عشان يقدروا يهددوا مرمى الوصل الاماراتي ويحققوا نتيجه تريح الفريق ان شاء الله في لقاء العوده في الامارات. ده كان اهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي في الجرايد. تعالوا نشوف دلوقتي الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يتوجه للاسكندريه استعدادا للوصل الاماراتي. يلا كورة: كارتيرون الشناوي هو حارس مصر الأول والأخطاء واردة في كرة القدم. بوابة الشروق: كارتيرون بطولة كاس زايد لها حسابات خاصة ونحترم الوصل. في الجول: مدرب الأهلي نحترم الوصل كمنافس ونسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. فيتو: ميران قوي للغائبين عن مواجهة الأهلي والوصل الإماراتي. الوفد: كارتيرون يعقد مؤتمر صحفي للحديث عن مباراة الوصل الإماراتي. المصري اليوم: المدير التنفيذي للنادي الأهلي يطمئن على بعثة الوصل الإماراتي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يواجه هامنتمن. اللبناني اليوم في البطولة العربية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: تدريبات استشفائية للاعب اليد استعدادا للزمالك. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت على النادي الاهلي على مواقع التواصل او على مواقع الانترنت. نروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي. موقع رسمي للنادي الاهلي قال ان سافرت او سافر خلاص فريق النادي الاهلي النهارده لاسكندريه عشان يدخلوا في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه الوصل الاماراتي اللي هتقام بكره ان شاء الله على استاد برج العرب في ذهاب دور ال 16 في كاس زايد للانديه ابطال. وطبعا الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن قائمة الفريق امبارح، ضمت شريف إكرامي، علي لطفي، محمد الشناوي، أحمد فتحي، أحمد علاء، سليف كوليبالي، سعد سمير، وأيمن أشرف، وصبري رحيل، ومحمد هاني، وكريم نربد، وهشام محمد، وحسام عاشور، وعمر السلية، وأحمد الشيخ، ومحمد شريف، وأحمد حمودي، ووليد سليمان، وميدو جابر، وصلاح محسن، ومروان محسن، ووليد أزارو. كمان يلا كورة قالت إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي أكد أن الأخطاء واردة في كرة القدم وليس في حراسة المرمى فقط، وكمان قال أن محمد الشناوي هو حارس منتخب مصر الأول وأنه بيبذل كل جهده عشان يكون متألق مع الفريق. وقال المدير الفني: ثقتي في حراس النادي الأهلي بلا حدود، سواء الشناوي أو إكرامي أو علي لطفي، وسعيد بوجود هؤلاء الحراس أصحاب الخبرات الكبيرة والمستوى المميز مع الفريق. كمان بوابة الشروق قالت أن باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي قال ان مباراه الوصل الاماراتي تحظى باهميه كبيره من الجهاز الفني، وان هو شاهد مباريات للفريق الاماراتي قبل المواجهه اللي هتجمع الفريق مساء بكره ان شاء الله. وقال كمان باتريس كارتيرون ان مباراه الوصل في بطوله رسميه بتعد فرصه جيده للنادي الاهلي عشان يقدر يجهز اللعيبه قبل مواجهه الترجي التونسي اللي هتقام ان شاء الله يوم 2 نوفمبر اللي جاي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، وان الاختيارات الفنيه لن يفصح عنها ولكن يفضل ان هو يشوفها او يشوفها لكل وقت المباراه.
كمان فيتو قالت ان ادت مجموعه او قالت ان الاول محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي والمشرف على الكوره بيحترم فريق الوصل كمنافس، وقال كمان ان النادي الاهلي بيلعب المباراه وهدفه ان هو يحقق افضل نتيجه في لقاء الذهاب ما بين الفريقين. صرح محمد يوسف ان النادي الاهلي هيرجع للقاهره بعد نهايه مباراه الوصل وهيبتدي الاستعداد لمباراه الترجي التونسي، وقال كمان الجهاز حرص على مشاهده مباريات فريق الوصل الاماراتي عشان يقفوا على نقط القوه والضعف قبل المباراة. فيتو قالت ان ادت مجموعة لاعبي النادي الاهلي اللي غايبين عن مواجهة الوصل الاماراتي تمرين النهاردة على ملعب مختار التتش تحت اشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال، وشارك في التمرين اكرم توفيق وعمار حمدي وباسم علي ورامي ربيعة وناصر ماهر ومحمود الجزار وعمر بركات، واشتمل التمرين على جانب بدني وتدريبات خاصة بالكرة. كمان الوفد قالت ان بيعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي مؤتمر صحفي الساعة 5 مساء في فندق راديسون بلو في برج العرب برفقة حسام عاشور كابتن الفريق عشان يتكلموا عن مباراة الوصل الاماراتي المقرر ليها ان شاء الله بكرة بالليل. كمان المصري اليوم قال ان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي حرص على الاطمئنان على بعثة نادي الوصل الاماراتي بعد وصولها اسكندريه عشان يقابلوا النادي الاهلي بكره على ملعب برج العرب في بطوله كاس زايد للانديه العربيه. مرجان عمل اتصالات هاتفيه مع رئيس بعثه الوصل وتاكد خلال الاتصال ده على توفير كافه سبل الراحه للاشقاء، خصوصا طبعا بعد قيام ممثلي الاداره التنفيذيه باستقبال بعثة الوصل وتسهيل كافة الإجراءات في المطار ووسائل الانتقال للفندق، فندق الإقامة طبعا بما يليق بالعلاقات الوطيدة اللي بتربط ما بين النادي الأهلي وأشقائه من الأندية العربية وفي مقدمتهم أكيد نادي الوصل الإماراتي. مرجان أكد على ترحيب مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ببعثة نادي الوصل الإماراتي في بلدهم الثانية مصر، وأداء طبعا مباراة طيبة في أجواء تنافسية شريفة ما بين الناديين الشقيقين. كمان المصري اليوم أو الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن سيدات سلة النادي الأهلي بيختتم منافسات دور المجموعات الساعة 8 مساء النهاردة بمواجهة هامنتمن اللبناني. بيواجه النادي الأهلي فريق هامنتمن اللبناني الساعة 8 مساء على صالة النادي الأولمبي في اسكندرية ضمن منافسات البطولة، ويذكر أن النادي الأهلي فاز على الفحيص الأردني والنصر الإماراتي في أول مباراتين ليه في البطولة العربية للأندية. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد الرجال في النادي الأهلي قرر أن هو يخضع اللاعبين لتدريبات استشفائية عشان يتخلصوا من الإجهاد بعد مباراة بكرة، أو عفوا كانت مباراة امبارح قصاد الفريق البترولي الجزائري في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال دوري. بيرغب الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين لمباراة نهائي البطولة اللي هتقام بكرة بإذن الله يوم الأحد في العاصمة الأيفوارية بعد ما حقق الفريق الفوز في الجولات اللي فاتت بالعلامة اللي فاتت الكاملة طبعا. وبيخوض الفريق تدريبات متنوعة النهاردة عشان يحط خطة للمباراة اللي هيأدي فيها الفريق غدا في النهائي بإذن الله. ودلوقتي معانا من الامارات واحد طبعا من الصحفيين المصريين المميزين جدا في دوله الامارات، الكاتب الصحفي الكبير في جريده الاتحاد الاماراتيه استاذ علي معالي. مساء الخير على حضرتك، منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا استاذ عماد، نورك ونور جميع مشاهدي القناه. يعني طبعا حضرتك يعني بتهتم دايما في كتاباتك عن نادي الوصل الاماراتي، ففي البدايه كده عايز اسال حضرتك، شايف الاعلام الاماراتي او الصحافه الاماراتيه بتتناول لقاء بكره اللقاء الهام جدا ما بين النادي الاهلي والوصل الاماراتي في البطوله العربيه ازاي؟ هو لاول مره طبعا في تناول طبعا بالنسبه للبطوله العربيه على اعتبار انها بتحمل اسم يعني خالد في الامارات وخالد الوطن العربي هو المرحوم الشيخ زايد. صحيح. بطبيعة الحال في اهتمام كبير في الصحافة الإماراتية بهذه المباراة. المباراة دي طبعا أول مرة أن الوصل الإماراتي يلتقي فريق مصري في البطولة العربية. صحيح. وبالتالي هناك اهتمام كبير على الرغم من أن الفريق الوصل في الوقت الحالي حسب المعطيات الفنية أسوأ فترة يعيشها الوصل منذ سنوات طويلة. ودي قد تكون مؤشر مثلا لأن الأهلي يكون أفضل
لكن دائما هذا الفريق بالفعل لانه يضم عناصر متميزه جدا، لكن الهبوط الحالي في مستوى الفريق ده ليه اسباب وليه تداعياته اللي ممكن نتكلم فيها فيما بعد. طيب طبعا انا سالت حضرتك عن ازاي الصحافه شايفه اللقاء ده، هل في اهتمام يعني كبير وهل في توقعات للقاء، ولا زي ما حضرتك قلت ان هو الفريق متعثر فنيا في الفتره الاخيره فالتنبؤات بتيجي بفوز النادي الاهلي هناك؟ لا، هي توقعات اللي غير مكتوبه على الورق واللي ممكن تتقال في التلفزيونات على مستوى المحللين الفنيين، ان مستوى الاهلي حاليا هو افضل بكثير من مستوى الوصل. حتى وان لاعب الاهلي زي ما سمعنا مثلا احنا هنا في دبي ان الاهلي هيلعب بالصف الثاني من اللعيبه، الوصل في الوقت الحالي مستواه زي ما قلت لحضرتك 3 هزائم متتاليه في الدوري، جمع 7 نقط فقط من 6 مباريات وده عدد قليل جدا. صحيح. الجهاز الفني تمت اقالته، كان عندهم مدرب ارجنتيني اسمه جوستافو تمت اقالته بعد الجوله السادسه، بتولى تدريب الفريق حاليا مدرب ومواطن والكابتن حسن العبدولي. مع ذلك الفريق لم يتغير القوام الاساسي بتاع اللاعبين، لكن تاثر كثيرا الفريق هذا الموسم بانهم استغنوا عن مدرب ارجنتيني كان يؤدي بشكل قوي جدا خلال الموسمين الماضيين، بدليل ان الموسم اللي فات احتل المركز الثالث في الدوري الاماراتي كان رودولفو اروا بارينا، كان ده اروا بارينا ده من المدربين اللي مستواهم عالي جدا كان في الارجنتين. طيب خليني اعرف من حضرتك اكتر عن نادي الوصل الاماراتي، حضرتك قلت لي دلوقتي ان هو كان بيحتل المركز الثالث في الموسم الماضي لكن الموسم ده هو متعثر بعد تغيير مديره الفني السابق، هل نادي الوصل الاماراتي بيحظى هناك في الامارات بشعبيه كبيره؟ معلومه بس بسيطه عايز اقولها للمشاهدين الاهلاويه تحديدا، الوصل بدايته كان اسمه الزمالك، يعني الوصل هنا في الامارات معروف ان هو قلعه الزمالك الموجوده في دوله الامارات، تغير اسمه فيما بعد باسم الوصل. شعبيه الوصل تكاد تكون في دبي تحديدا رقم 1 وتكاد تكون رقم 1 أو 2 مع نادي العين على مستوى دوله الامارات، جماهيره تعشق حاجه اسمها كره قدم، تعشق حاجه اسمها اداء فني رائع، يعني مش عايز اقول مجانين كوره، بالفعل هم جماهير نادي الوصل في الامارات هم اكثر الجماهير حبا واكثر جماهير متعه تحديدا في دبي، لهم جماهيرهم في دبي. نادي الوصل مكانه في دبي. نادي الوصل مكانه في دبي لان عارف حضرتك الامارات 7 امارات يعني صحيح متواجده فيها، فكل اماره فيها النادي الخاص بيها. اماره دبي تحديدا فيها 3 انديه، نادي شباب الاهلي دبي ونادي الوصل ونادي النصر. فالوصل يعتبر من الاكثر جماهيريه في دبي وينافس العين على رقم 1 على مستوى دولة الامارات، وبالتالي الجزئيه بينافس العين جماهيريا تمام على مستوى الامارات، لكن العين السنوات الاخيره دايما زي ما احنا بنقول في مصر مثلا ان البطولات تجيب جماهير، يعني الاهلي تاريخ الاهلي بني على اساس الجماهير على اساس البطولات الكثيره اللي جابها على مدار تاريخه، وبالتالي اصبح فيه ارث كبير من الجماهير، نفس الحكايه العين عنده ورث كبير من البطولات، وبالتالي اصبحت الجماهير هي شغوفه بالعين، لكن اعتقد اذا عاد الوصل من خلال بوابه البطوله العربيه ستعود اليه الجماهير مره اخرى على الاقل على المستوى المحلي خلال الفتره اللي جايه. طيب يعني حضرتك قلت لي بس معلومه اول مره اسمعها ان نادي الوصل كان هو نادي الزمالك الاماراتي سابقا. مظبوط تمام. طيب خليني برضو اسال حضرتك عن موقف الوصل التي قلت لي متعثر فنيا، فممكن اعرف ترتيبه كام في الدوري الاماراتي؟ حاليا هو عنده زي ما قلت لحضرتك عنده 7 نقط من 6 مباريات. صحيح. بيحتل الدوري الاماراتي 14 فريق، هو من الـ4 فرق المؤخره حاليا، لان في 3 فرق يتساووا في النقط هي 7 نقط، فالترتيب بينهم يعني هو الموقع ده غريب جدا على الوصل السنه دي، يعني عمره ما حصل ان الوصل خلال الـ5 سنين اللي فاتوا يعني وصل لهذه المرتبه من الترتيب انه يبقى في الـ10 أو الـ9 من الدوري، دي ما بتحصلش في الوصل، لكن السنه دي على اعتبار الهزه الكبيره والعنيفه اللي حصلت له بسبب عدم الاستقرار الفني جوه الفريق. وعدم الاستقرار ده للامانه الوصل من احد خلال السنتين اللي فاتوا كان مستقر فنيا جدا بوجود المدرب الارجنتيني رودولفو، لكن لغير سبب واضح اداره النادي اقامت بتغيير المدرب، وفي 3 من اللاعبين الاساسيين البرازيليين اللي كانوا موجودين في الفريق هم العصب الاساسي بتاع الفريق، لما حاولوا يغيروا المدرب ده هم كان لهم راي انه ما يتغيرش، لكن الاداره اصرت على تغييره، الـ3 دول منهم 2 حاليا مستواهم اصبح متدني جدا رغم انهم
احد افضل لاعبين اجانب في دوله الامارات. انا عايزه اعرف من حضرتك مين ابرز لعيبه الوصل الاماراتي، مين اللي تقول الجمهور خلي بالكم هم دول اللعيبه اللي ممكن يراهن عليهم الوصل الاماراتي؟ هتشوفوا اثنين لعيبه برازيليين موجودين في الوصل من امهر ومن احسن لعيبه اجانب في الوطن العربي، هم كايو ليما، كايو وليما. ليما ده كانوا وليما، كايو، كايو وليما، كايو اوكي. واحد اسمه كايو وواحد اسمه ليما، الاثنين دول من امهر اللاعبين والهدافين اللي موجودين في الوطن العربي حاليا. على سبيل المثال مثلا ليما ده هم موجودين في الوصل من 2004. ليما ده بيلعب ايه؟ خط وسط مهاجم. وكايو مهاجم صريح، مهاجم صريح. وعلى الرغم من ذلك ان ليما اللي هو خط الوسط المهاجم ده زي ما قلت لحضرتك بيلعب من 2014 2015 احد ابرز الهدافين في 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 تاريخ الوسط في الوقت الحالي. يعني اول موسم جاب 16 هدف، الموسم اللي بعديه جاب 20 هدف، في 2016 2017 جاب 25 هدف، في 2017 2018 جاب 19 هدف. الموسم ده عشان هو مستواه متراجع بسبب رحيل المدرب جاب هدفين فقط، لكن الاثنين دول هتشوفوا اثنين من النوعيات اللعيبه المهاريين جدا واللي استقطبهم الوصل لما كان يعني كايو ليما ده عنده دلوقتي 25 سنه، جه الوصل وعنده 20 او 21 سنه ب 500,000 دولار، دلوقتي ما لا يقل عن 20 او 25 مليون دولار ممكن يتباعوا فيها. طيب في فتره تولى فيها مارادونا تدريب الوصل الاماراتي؟ دي كان فتره من ازهى فترات الوصل اعلاميا على مستوى العالم. وهو مارادونا لما جه الامارات كان جه تدريب اساسي على نادي الوصل، وكان اول مره ينتقل مارادونا لمنطقه الشرق الاوسط والخليج تحديدا كتدريب، وصعد معاهم لنهائي بطوله الخليج وقدم معاهم موسم كان الى حد ما مش عايز اقول متميز، لكن كان موسم جيد. لكن برضه نفس الاخطاء ان انت غيرت مدرب، اداره تغيرت فغيرت مدرب، الوصل تراجع وبدا يشم نفسه تاني الوصل الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه وتحديدا الموسم اللي فات، بدليل نحو المركز الثالث وهيشارك في بطوله اسيا النسخه اللي جايه. بشكرك جدا استاذ علي معالي، نورتنا النهارده في قناه النادي الاهلي. طبعا بتمنى اللقاء ده يطلع بشكل مشرف طبعا يليق بالشقيقين العربيين. طيب نرجع مره ثانيه ونروح معاكم لاهم اخبارنا المحليه وكمان اخبارنا العالميه والاخبار اللي بتخص محترفين المصريين في الخارج، ونبتدي بالعناوين. اليوم السابع اتحاد الكرة يؤجل العمومية الطارئة لتعديل اللائحة بعد رفض الأندية إلغاء الثمان سنوات. سوبر كورة، اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة تبحث تفويضات الأندية غدا. جريدة المصري اليوم، الأزمات تطارد جهاز المنتخب قبل الاختبار الحقيقي أمام نسور قرطاج. جريدة الوطن، قائمة الفراعنة لمواجهة تونس بدون مفاجآت، أجيري يطلب معلومات عن نسور قرطاج ويراقب النغاز وساسي وترقب بعد إقالة البنزرتي. الفجر الرياضي، أحمد ناجي لا أميل لحراس الأهلي ولا توجد سياسة تدوير في حراسة المرمى. جريدة الشروق، في ذهاب دور 16 لكأس زايد للأندية الأبطال، الزمالك المنتشي يخشى صحوة الاتحاد السكندري. في المران، الأساسي لمواجهة الرجاء المغربي، إصابة الحضري وضم أربع لاعبين بالقائمة العربية للإسماعيلي، عودة بافور لتدريبات الدراويش وفييرا يحذر لاعبيه. البوابة نيوز، مدرب المقاولين حملة شرسة ضد الجهاز الفني الجديد. الشروق، أسطورة أرسنال ريال مدريد سيطلب ضم صلاح في هذه الحالة. الوطن سبورت من إكسبرس، صلاح يدرس الرحيل وليفربول عاجز عن إيقافه. جريدة الأخبار، كلاسيكو الأزمات يحسم الأمور، برشلونة بدون ميسي ما فيش مشكلة، الريال بدون رونالدو نتائج متدهورة. آس الأسبانية، كانتونا تعذب عندما أشاهد مانشستر يونايتد مع مورينيو. سبورت 360، إسكو طق إنقاذ لوبتيجي في الكلاسيكو. كورة، 19 لاعب في كتيبة برشلونة للكلاسيكو. نروح
معاكم سريعا لتفاصيل اهم العناوين اللي استعرضناها مع حضراتكم دلوقتي، وهنبتدي من اليوم السابع اللي قال ان مجلس اداره اتحاد الكوره اتفقت مع انديه الجمعيه العموميه للجبلية ان هي تاجل الجمعيه العموميه الطارئه المقرر ليها يوم 30 و31 اكتوبر الجاري، ويتم الاكتفاء بالجمعيه العموميه العاديه اللي هتشهد الانتخابات التكميليه على المقعدين الشاغرين بعد استقاله طبعا حازم وسحار الهواري. وجي موقف اتحاد الكوره بعد التاكد من عدم قانونيه الجمعيه العموميه الطارئه، حيث لم يرسل اتحاد الكوره التعديلات المقترحه على اللائحه قبل الجمعيه العموميه بسبعة ايام وفقا للائحه، وفي حاله الطعن عليها فهيتم الغائها. سوبر كورة قال إن اللجنة الانتخابية في اتحاد الكورة بتعقد اجتماع غدا يوم الأحد في مقر الجبلية لفحص التفويضات اللي وصلت من الأندية وعددها 185 نادي لحضور الجمعية العمومية للجبلية يوم 30 و31 أكتوبر الجاري. بتشهد الانتخابات التكميلية على المقعدين الشاغرين بعد استقالة حازم وسحر الهواري. كمان الفجر قالت ان احمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الاول شدد بانه لا يميل لضم حراس مرمى النادي الاهلي للمنتخب، واكد كمان عدم وجود سياسه تدوير ما بين الحراس، وقال ناجي انه لا يميل لحراس النادي الاهلي بدليل ضم الحضري وهو ليس حارس للنادي الاهلي والشناوي مستواه متالق ويستحق ان هو يلعب. وقال كمان في المنتخب لا توجد سياسه تدوير في حراسه المرمى وهبوط مستوى الشناوي طبيعي، وعلى الرغم من خطأه في مباراة وفاقس طيف الجزائري كان هو نجم المباراة لأنه لم يتأثر نفسيا بالخطأ. كمان الشروق قالت ان بول ميرسون اسطوره ارسنال الانجليزي ومحلل شبكه سكاي نيوز او سكاي سبورتس البريطانيه شايف ان محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي هيكون مطلوب من ريال مدريد الاسباني في حال ان هو واصل سجله التهديفي المميز. قال ميرسون كمان عندما تصل ل 50 هدف مع فريق فانه امر يستحق الاحتفال، وقال اذا استمر محمد صلاح في تسجيل الاهداف فسيطلب ريال مدريد التعاقد معاه لان هم بحاجه للاعب رائع يجيد التسجيل. كمان ضمه هيكون في احتماليه كثيره قوي او كبيره جدا انه يكون في يناير لان هم بيعانوا ومحتاجينه. كمان الوطن سبورت قالت ان في تقارير صحفيه انجليزيه كشفت النهارده ان محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي بيعيش فتره صعبه خلال الفتره الحاليه. قال ان هو مش سعيد وبيدرس الرحيل عن ليفربول خلال الفتره اللي جايه. ونقلت صحيفه اكسبريس الانجليزيه تصريحات للهولندي رعد خالت واللي اعتبر عدم احتفال الفرعون محمد صلاح ان هو امر غير مفهوم، وقال كمان تحرز اهداف في دوري أبطال يجب أن تكون سعيد إنها قد تبدو رسالة نحس منها إن أنت هنا. كمان أرسنال الأسبانية قالت إن بينتظر عشاق الكرة المستديرة مباراة الكلاسيكو ما بين برشلونة وريال مدريد الأسباني في قمة مباريات الجولة العاشرة من الليجا الأسبانية بكرة يوم الأحد، وبتظهر جميع المؤشرات إن لو بتيجي مدرب الريال بيتمسك بالاستمرار كمدرب للميرينجي، عشان كده بيفكر إن هو يبدأ المباراة بأربع لعيبة في خط الوسط كاسيميرو ومودريتش وكراس وإسكو، الخطة اللي أظهرت نجاح قوي في السنين اللي فاتت واستخدمها زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي السابق خلال نهائيات المنافسات في بطولة دوري أبطال أوروبا قصاد يوفنتوس وليفربول الإنجليزي، واستخدمها كمان لو بتيجي في أربع مباريات بس خلال 13 مباراة في الموسم الحالي معتمدا على خطة الثلاثي الهجومي جاريث بيل وبنزيما وأسانسيو. وكمان قال إن هي هتيجي بثمارها القوية أو أتت بثمارها القوية حتى الآن. كمان سبورت 360 قالت أن إريك كنتونا أسطورة مانشستر يونايتد واصل هجومه القاسي على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو واللي شايفه شخص غير مناسب لقيادة الشياطين الحمر بسبب الطريقة اللي بيلعب بيها، وأكد كنتونا على أنه بيعاني لما بيشوف مانشستر يونايتد بيلعب بطريقة سيئة بسبب فلسفة مورينيو الدفاعية في الوقت اللي بيقدم في مانشستر سيتي أداء رائع تحت قيادة باب جوارديولا. كمان موقع كورة قال إن أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه اللي هتواجه ريال مدريد في الكلاسيكو بكرة يوم الأحد ضمن الجولة العاشرة من الليغا الأسبانية على ملعب الكامب نو. قرر فالفيردي استدعاء 19 لاعب مستبعد الثلاثي المصاب لينال ميسي وسامو لامتيتي وتوماس فيرمايلن
وهيغيب سيرخي سامبر وكارلس إلينا بقرار وضمت القائمة تير شتايجن كمان سميلو سيلسن بيكي راكيتيتش بوسكيتس دينيس سواريز كوتينيو آرثر سواريز ديمبلي ورافينيا ومالكوم وطبعا العديد من نجوم برشلونة. تعالوا دلوقتي بقى نطلع معاكم سريعا ل المقالة، نروح للمقالة دلوقتي. مقالة النهاردة من جريدة أخبار اليوم. المقالة دي طبعا فيها بيتكلم فيها الأستاذ جمال الزهيري عن النادي الأهلي. المقالة اسمها الإشارة الحمراء وبتتكلم عن الفتن والمؤامرات في الكرة المصرية أو في الساحة الرياضية. طبعا في البداية لازم نرحب بالأستاذ جمال. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ جمال. مساء الخير، ازيك يا شيماء؟ ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اكيد منورنا في قناة نادي الأهلي وبالتحديد في برنامج كلام في الميديا، وعايزين نعرف بقى من حضرتك كثير عن هذه المقالة اللي حضرتك نشرتها في أخبار اليوم. هل حضرتك شايف ان فعلا الوسط الرياضي بقى مليان فتن ومؤامرات؟ الوسط الرياضي للأسف الشديد الأول يمكن كان فيه قبل كده، كان فيه غيرة بين الأندية بين الأشخاص، لكنها غيرة مكتومة. دلوقتي المسألة بقت عيني عينك. بقت عيني عينك، ووصلت لمرحلة إنه بصراحة كده إنه بقى فيه ناس يعني بيتطوعوا. طبعا بيتطوعوا، التطوع هنا يعني المفروض إنه مجانا، لا، في ناس بتتطوع مقابل أجر، يعني لأنها تخوض حروب وتفتعل أزمات وأنا بقول يبقى ده مش تطوع، لا ده حاجة تانية. ده أنا بقول المتطوعين دول مجانا، يمكن بيحاولوا يبينوا نفسهم متطوعين قدام الجمهور اللي هم بيحبوا، يعني أو هم يعني عندهم نية يعني إن هم يستعطفوه أو يوصلوا عن طريقه لحاجة في معينة في دماغهم، لكن هو في الحقيقة ما هوش تطوع ولا أي حاجة، لا دي حاجة مدفوعة الأجر. زي ما حضرتك قلتي كده، هم بيبالغوا جدا في التعبير عن حبهم لأي كيان. كل واحد حر يشجع النادي اللي بيحبه. استاذ جمال، كمان ساعات الحب ده بيجي فجأة، يعني ممكن تكون بتحب الكيان ده بس فجأة تحبه قوي كده من غير مقدمات بزيادة. يعني في ما هو أخطر كمان، في ناس بتشجع كيان وتنتقل إلى كيان آخر مع تغير الظروف، وبيبقوا باينين جدا، هم متخيلين أو الناس دول متخيلين إن ما حدش متابعهم، لكن القصة واضحة جدا. ما بقاش في يعني خوف على الرياضة المصرية. صحيح. يعني طبعا ده يمكن الطابع الأساسي أو الجزء الأساسي في المقال. الجزء الثاني بقى اللي هو مهم جدا برضو، اللي هو الخاص بقى، أنا لقيت ثورة على مواقع التواصل على بعد اللقاء الشهير أثناء توقيع عقد الرعاية بين الأهلي وبين صحيح برزنتيشن سبورتس. فالناس لقيتهم مبالغين جدا جدا في الغضب والثورة على اللقاء، اللي هو يعني كان في نوع شوية من التأثر كده العاطفي من جانب الأخ محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن. فبقول إن ثورة عارمة تمكنت من البعض بعد البوسة الشهيرة أو القبلة يعني الشهيرة لمحمد كامل رئيس برزنتيشن لرأس محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهو يبكي متأثرا بشدة. أنا بقول بقى إنه ده الثورة دي مبالغ فيها جدا يا شيماء، لأنه يعني مفيش حد هيتعاقد مع النادي الأهلي ومش هيبقى فرحان. يعني النادي الأهلي وخاصة حتى لو كان هذا التعاقد تعاقد للرعاية، صحيح، أعتقد حتى لو كان بيزنس بحت فهو برضه هيكون مستفيد وكده هيكون سعيد. حتى لو بيزنس بحت كويس، الله ينور عليكي، هيبقى فرحان جدا وممكن يبكي من الفرحه. فشيء طبيعي جدا. وبعدين اللقطه نفسها، ده المثير بقى للدهشه، ليس فيها اي اساءه لاي نادي اخر وليس فيها خالص تقليل من شأن اي نادي. وبعدين في حاجه تانية يا استاذ جمال، يعني هو الطبيعي ان بغض النظر عن الاشخاص اللي بيشتغلوا مثلا في المجال الرياضي،
كل أيوة. شخص من جوه يعني مثلا انا كنت قبل ما اجي قناه النادي الاهلي انا كنت بشتغل، انا كنت برضو مذيعه، بس لما كان حد بيسالني عن انا بحب انت بتشجعي ايه، فانا كنت بقول بمنتهى الصراحه انا بشجع النادي الاهلي، بحب النادي الاهلي، بس ده ملوش اي علاقه بشغلي. يعني انا انسانه أيوة. مهنيه، بعرف افرق بين الحب والتشجيع وبين شغلي. لازم كل واحد يتقي ربنا في شغله، اكيد دي حاجه ما فيهاش كلام. فهو طبيعي ان هو الراجل ما قالش حاجه يعني. وبيقول انا بشجع النادي الاهلي، ممكن يكون بيشجع نادي اخر، ايه المشكله؟ لا، وتاكيدا لكلام حضرتك انا شخصيا ويمكن كل الزملاء يعلموا هذا، انا كان ليا تجربه طويله جدا في النادي الاهلي وفي مجله النادي الاهلي، وكنت مدير تحرير المجله في وقت الكابتن عبد المجيد نعمان لما كان رئيس التحرير على مدار سنوات طويله. ورغم هذا كانت تعليماته لينا ان احنا لا نسيء لاي نادي اخر. صحيح، وادي التعليمات اللي عندنا برضو في القناه دايما. وبعدها تعاملنا، انا في فتره معينه كنت مدير تحرير مجله الزمالك، بعدها الاسماعيلي. انا اقصد انت كاعلاميه صحيح من حقك ان انت تمارسي المهنه ولكن من غير اساءه لحد. اكيد. انما التشجيع انت بتحبي مين، ده حاجه بينك وبين نفسك وربنا هو اللي يعرفها. صحيح. والجماهير عارفاها برضو على فكره. صحيح. ده الجزء اللي هو الثاني برضو اللي اعتقد كان مهم. في الجزء الثالث بقى اللي هو الخاص بقضيه نادي القرن. نادي القرن ده بقى له 18 سنه النادي الاهلي حصل على هذا اللقب، من 18 سنه. ليه كل سنه بنرجع نتكلم في الموضوع ده؟ ده احنا خلاص ده القرن عدى تلته. انا بقول ان هي موجه، انا حتى كاتب كده ان هي موجه جديده انطلقت للمطالبه بلقب نادي القرن العشرين اللي هو بيطالب بيها نادي الزمالك. بقول النادي الاهلي فاز باللقب ده من 18 سنه، و يعني عايز اقول انه الاوراق الرسميه والبطولات والمشاركات بتقول هذا الكلام. لو كان نادي الزمالك لديه اوراق ومن حقه ان هو ياخذ اجراءات معينه تثبت عكس ذلك، يعني فليتقدم بيها، لانه صحيح. لانه المساله ما هياش خلاف شخص، يعني ليس خلاف شخصي بين الاهلي والزمالك. ده هناك جهه محايده هي الاتحاد الافريقي، هي التي تقول ان النادي الاهلي هو رقم واحد على مستوى انديه القاره الافريقيه كلها في القرن العشرين. فنتمنى الهدوء شويه من طب الجميع. طب استاذ جمال، عايز اسال حضرتك على حاجه. اثاره الموضوع ده في الوقت ده تحديدا، هل فعلا للمطالبه باللقب ولا زوبعه عشان نخبي على حاجات ثانيه بتحصل؟ الاجابه الثانيه، يعني ممكن جدا تكون هي يعني قنبله برضو بتتقال دايما في المشاكل. يعني لما يبقى في مشاكل يطرح هذا الامر مره اخرى. وبعدين انا بسمع ناس لما بيتكلموا في الامور دي كانه هم الحكم في هذا الامر. لا، المساله زي ما قلت لحضرتك هي مساله يعني اجراءات ومستندات. طب عندك نادي ريال مدريد هو نادي القرن في اوروبا، نادي القرن العشرين، ويليه مش برشلونه يوفنتوس. لماذا لم نسمع على طوال هذه السنوات عن اي مشاكل او اي مطالبات؟ انا بتمنى انه اي حد طبعا له حق عايز ياخده، ده ما حدش يقدر يراجعه في كده، لكن انا بتمنى انه لا يتم اثاره جماهير الناديين الكبيرين. وانا هنا بقول اهو الناديين الكبيرين اللي هم عندهم الشعبيه الاكثر في الكره المصريه وفي الرياضه المصريه. مش عايز نلعب على الوتر، هناك حقائق موجوده. اذا كان هناك احد يملك اوراق ومستندات تغير حقيقه اهلا بي، ما كانش اعتقد انه نلتفت الى المستقبل والحاضر. عندنا قرن جديد اهو، يعني نقدر صحيح اي نادي يعني ممكن ينافس و يحصل على البطولات وهكذا يعني. صحيح.
أستاذ جمال زهيري نورتنا النهاردة في كلام في الميديا، بشكرك جدا على وجودك معنا، وبكده بننتهي النهاردة حلقتنا. إن شاء الله أشوفكم بكرة الساعة 5 مساء، حلقة جديدة إن شاء الله من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.